تحية سامي كيو ام بي، وماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول داخل منطقة الطلب اللي كنا حددناها منذ فترة، والسهم ما زال بيتداول بشكل عرضي بامتياز. طيب الجيد في السهم ده لو لاحظنا نلاقي ان عمالين بنشوف عمليات شراء ولكن بفوليوم ضعيف جدا يميل الى التجميع، وخصوصا ان انا ما زال عندي شمعة انعكاسية. لو قلت هاخد اهداف الشمعة رغم مش على فوليوم قوي قوي، ولكن لو بصينا هنلاقي داخل المنطقة دي في تجميع ضعيف جدا جدا، المنطقة ما بين 27 لحد مستوى 28 ونص، ولكن حتى الآن ما عندناش أي إشارة تقول إن حصل انعكاس. ولكن لو أنت جوه السهم أعتقد 26 جنيه وقف الخسارة، وأعتقد الصبر مع السهم، خصوصا إن إحنا بنشوف مشهد تجميعي بامتياز، ولكن حتى الآن لم تتأكد النظرة الإيجابية، لأن إحنا قلنا عايزين دايما يكون عندنا نموذج انعكاسي في الأول. أهم هدف المفروض لو اخترقنا يكون الهدف اللي عند مستويات ال 35 ل 35 ونص، اللي ممكن نشوف اهداف بعد كده. طبعا عشان تتاكد النظره الايجابيه لازم نطلع ونختبط مستويات ال 30 جنيه و70 قرش ونستقر في منها، وهنا هتكون بدايه الايجابيه بالنسبه لنا على السهم. غير كده ما زلنا ننتظر نشوف رده فعل ايجابيه، ولكن اللي انا شايفه في المنطقه دي شايف ان في تجميع، واعتقد ان السهم ممكن يشهد صعود قوي المناطق دي، ولكن محتاجين الاول نشوف نموذج انعكاس على الاقل، يعني يطلع فوق المستويات، يعني على الاقل يصعد فوق مستويات ال 29 جنيه بفوليوم قوي، ساعتها ممكن نشتبك ونخلي الستوب بتاعنا هنا عند مستويات 27 ونص. ولكن للامان ما زلنا ننتظر الاختراق 30 جنيه و60 قرش وفوليوم قوي حتى تتعزز النظره دي. لكن على المجمل انا شايف ان السعر وضعه مش مقلق، الشراء والبيع جاي بفوليوم بطيء، يعني أقرب إلى التجميع، وما زلنا ننتظر من ردة فعل إيجابية على الأقل لحد مستويات ال 30 60 بفوليوم قوي، وده اللي يعزز إن إحنا نتحول على ترند صاعد ونروح للهدف الأول عند مستويات 35 35 ونص وبالتوفيق.